السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يا هلا وسهلا فيكم. إحنا الآن في جناح شركة سماكو لامبرجيني، والسيارة اللي حنتكلم عنها اليوم هي لامبرجيني أفنتادور SVJ، وهي الطراز الأكثر قوة في شركة لامبرجيني. وأنا عملت تجربة مفصلة لهذه السيارة موجودة على قناة سعودي أوتو. وحابب أوضح أنه شركة لامبرجيني طرحت خلال فعاليات معرض جنيف اللي أقيم بداية هذا الشهر الطراز الرودستر من السيارة أفنتادور SVJ، وهذا الطراز الرودستر الجديد تصنع منه الشركة 800 سيارة فقط. أهم شيء اللي يميز هذه السيارة هي الديناميكية الهوائية اللي بتستفيد من نظام ايروديناميك لامبرجيني أتيفا، واللي يطلق عليه باختصار ألا، اللي قدموه لأول مرة في الهوراكان بيرفورمانتي. نظام ألا هو مجموعة من المزايا الديناميكية النشطة اللي تحول السيارة السوبر القوية إلى سيارة سباق على الطريق. الشكل الخارجي ما يختلف كثير عن بقية أخواتها، فهي تستوحي تصميمها من الأفنتادور SV والهوراكان بيرفورمانتي. الواجهة الأمامية يبرز فيها غطاء المحرك، والأضواء الأمامية بقيوا مثل ما هم، وتم إعادة تصميم الصدام الأمامي من الصفر. ومن جانب السيارة وفروا فتحتين كبيرة جدا مثل الهوراكان، هذه الفتحات بتساعد في تبريد المحرك، وكذلك وفروا أسفل الأبواب اللي هي مصدات بشفرات متعددة. ونشوف كذلك هنا اللي هو خلف الفتحات التهوية الجانبية اللي هو العلم إيطاليا، ووفروا كذلك جنوط الأمامية مقاس 20 بوصة والجنوط الخلفية 21 بوصة. الواجهة الخلفية فيها كثير من التغييرات عن السيارة SV، مثل الجناح الخلفي المصنوع من ألياف الكربون. يتميز هذا الجناح بزعنفة مركزية كبيرة، وعادوا تصميمها مع شفرات مدمجة على الجوانب. والجناح المصنوع كمان من ألياف الكربون يتميز أنه فيه مقاطع سريع فكها مثلها مثل سيارات السباق. كمان نقلوا فتحات العادل زي ما تشاهدين هنا إلى وسط الخلفية، وهذا التصميم مش يخلي شكل الواجهة الخلفية عدوانية وبس، لكن يوفر كمان في وزن السيارة بسبب أنه مسار العادل صار أقصر. بالنسبة للمحرك، تملك هذه الأفنتادور SVJ أقوى محرك صنعته شركة لامبرجيني، يجي V12 سعة 6.5 لتر، بيعطي قوة 770 حصان وعزم دوران 720 نيوتن متر. وتنطلق الأفنتادور SVJ مع هذا المحرك من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 ثانية، ومن 0 إلى 200 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية. واللي ساعد في تحقيق هذه الأرقام وزن السيارة اللي بلغ 1525 كيلوغرام فقط. وتوفر للسيارة أربع وضعيات للقيادة اللي هي سترادا وسبورت وكورسا وإيكو. آخر وضعية تعطيك الإمكانية إنك تخصص كيفية قيادة السيارة والتفاعل على الطريق أو مسار السباق، بحيث أو إنها توفر الجرافيك الملونة جميع البيانات المهمة بما في ذلك الحالة المباشرة لوظائف ألا. خلينا نتكلم الآن عن المقصورة الداخلية. نلاحظ إنه المقصورة الداخلية مشابهة تماماً للسيارة SV، وفيها الكثير من المزايا الجميلة المستوحاة من سيارات السباق. ولو حابب تغير أي شيء، اطلب المساعدة من برنامج تخصيص اسمه Configurator. لكن على الرغم من عدم وجود مزايا إضافية للSVJ، شكلها من الداخل ممتاز، فيها الكنتارة اللي جودته عالية على لوحة القيادة، والمقاعد والجلود الناعمة، وغطاء ألياف الكربون لمجموعة أدوات القياس. ألواح الأبواب مصنوعة من ألياف الكربون كمان، وفيها حلقة للسحب بدل من المقابض عشان يوفروا فيه الوزن. ويظهر النمط للحرف Y على الدعاسات والكونسول الوسطي، ملفوف كمان بجلد الكنتارة، في حين كل عناصر المقصورة الداخلية المهمة تحتوي على خياطة متباينة، وشعار SVJ موجودة على المقاعد اللي بتوحي أن هذه المقصورة صنعت لعدد محدود من السوبركار. بالنسبة لأنظمة الملاحة والمعلومات والترفيه، ما تجي ستاندرد في السيارة،
لكن فيك تطلبها وضيفوها من غير أي تكلفة. ممكن تسأل ليش طيب ما يضيفوها؟ الجواب بكل بساطة هو الوزن ثم الوزن ثم الوزن، لأنه في بعض الزبائن ما يبغوها عشان يخفضوا من وزن السيارة، وهذا بينعكس على أداء السيارة. والنظام يشمل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. سعر السيارة يبدأ من 2,400,000 ريال تقريبا، لأنه السعر النهائي يعتمد على الطلبات والرغبات لكل عميل. أعزائنا المتابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو، وبكده نكون غطينا أهم سيارة موجودة على جناح سماكو لامبرغيني، اللي هي السيارة لامبرغيني أفنتادور SVJ.